السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم بحول الله سأقدم لكم وصفة فعالة ومجربة ومضمونة 100% للتخلص من التجاعيد وتبييض البشرة بشكل سريع جدا. أولا وفضلا، إذا كنت أول مرة تشاهدين القناة لا تنسي الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد القناة، وشكرا لك. نمر الآن بحول الله إلى مكونات الوصفة، وهي هذه الوصفة فعالة جدا جدا في التخلص من التجاعيد التي تكون عادة حول العينين والفم أيضا. فهذه الوصفة مجربة من طرف عدة نساء وقد لاقت نجاحا كبيرا جدا جدا، وهي مستوحاة من الوصفات الطبيعية الشعبية المغربية، فهي مجربة ومضمونة 100%، وكل ما عليك هو استعمالها بشكل منتظم ومتكرر إلى أن تحصلي على نتيجة مبهرة. فكما قلت، هذه الوصفة تساعد على إزالة التجاعيد وتوحيد لون البشرة. فإذا كنت تعانين من النقط الداكنة أو البقع الداكنة التي تحول دون توحيد لون البشرة، فهذه الوصفة فعالة جدا جدا للتخلص من تلك البقع التي تسبب قلق مستمر بالنسبة للسيدات والفتيات كذلك. والمكون الأول في هذه الوصفة فهو دقيق الشعير. يمكنك إذا لم تتوفر على دقيق الشعير استعملي الدقيق الأبيض. وهنا لدي مسحوق الأرز، فمسحوق الأرز كما نعلم أن الأرز له العديد من الفوائد الصحية والجمالية للبشرة وكذلك للجسم. فالأرز غني بعدة عناصر مفيدة للبشرة، فالأرز يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي تغذي البشرة وتساعدها على التخلص من الخلايا الميتة وتعزيز نمو الخلايا الجديدة، وبالتالي توحيد لون البشرة والتخلص من الخطوط الرقيقة التي قد تتواجد حول العينين وكذلك حول الفم. أما المكون الثالث في هذه الوصفة فهو مسحوق اللوز. هنا قمت بسحق اللوز بالقشور ولم أتخلص من القشور، فكذلك القشور قشور اللوز بها مكونات مفيدة للبشرة. وسنحتاج في هذه الوصفة أيضا القليل من الماء. فكما قلت، هذه الوصفة مضمونة 100% للتخلص من التجاعيد الرقيقة وتبييض البشرة بشكل فعال جدا جدا، وكل ما عليك هو استعمالها بهذه الطريقة التي سيتم توضيحها بعد قليل. فطريقة استعمال هذه الوصفة فهي جد سهلة، فكل ما عليك هو أخذ مثلا ملعقة صغيرة من دقيق الشعير ونضيف عليها أيضا ملعقة صغيرة من دقيق الأرز ونضيف كذلك ملعقة صغيرة من مسحوق اللوز. فكل هذه المكونات التي قمت باستخدامها في هذه الوصفة فهي فعالة جدا جدا، ولها فعالية عالية في التخلص من التجاعيد الرقيقة التي ظهرت في وقت، يعني التجاعيد الغير التي مر عليها سنوات، فمن الصعب التخلص منها بهذه الوصفة. أنا أتحدث عن التجاعيد الذي ظهرت مؤخرا والتي في بدايتها. يمكنك استعمال هذه الوصفة للتخلص منها، وكذلك هذه الوصفة تعمل على توحيد لون البشرة. فإذا كنت تعانين من
لون داكن وعدم توحيد لون البشرة، يمكنك وضع هذه الخلطة على الوجه بالكامل والرقبة كذلك. أظن أن الوصفة قد تم تجهيزها وهي بهذه القوام. نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بوضع هذا الخليط هكذا على الوجه بالكامل. هكذا نقوم بهذه الحركة، ثم نترك الوصفة على الوجه لمدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة إلى أن تجف بالكامل. وبعد مرور هذه المدة نقوم بإزالة بقايا الوصفة هكذا بشكل دائري هكذا، لكي تساعدي الجلد على التخلص من الخلايا الميتة ومن البقع الداكنة التي قد تتواجد بالوجه والرقبة هكذا. تقومين بهذه الحركة، أي حركات دائرية، لكي تتخلصي من كل الأوساخ التي تعلق بشكل يومي على البشرة. تقومين بهذه الحركة كما قلت لمدة 5 دقائق إلى أن تتخلصي من الوصفة، وتغسلين وجهك والرقبة والعنق بالماء الفاتر، ثم تقومين بدهن وجهك بكريم خاص بك. وإذا أردت الحصول على نتائج جيدة وفعالة وسريعة، يمكنك استعمال هذه الوصفة من 4 إلى 5 مرات في الأسبوع إلى أن تحصلي على نتائج جيدة جدا والتخلص من التجاعيد وتبييض البشرة في آن واحد. كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بطريقة إزالة التجاعيد وتبييض البشرة بوصفة طبيعية جدا جدا طبيعية ومستوحاة من الأعشاب المغربية الأصيلة والشعبية، ويمكنك استعمال هذه الوصفة فهي فعالة جدا جدا في التخلص من التجاعيد وتبييض البشرة. أرجو منك أن تستخدميها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.